كمان احتفالية بمناسبة العودة إلى المدرسة، فتلاقينا إنه أحسن ما ناخذهم دغري على الدرس نعمل لهم بداية حلوة، بداية فرح، بداية تحفيزية، لحتى لما يداوموا على المدرسة يكونوا جايين بنفسية جديدة، لأنه هن بينشروا الفرح وبيحبوا الفرح. فاليوم إذا نحن ما عملنا لهم هيك شيء بتأثر على نفسيتهم، فلما عم يطلعوا وينطلقوا عم يفرغوا هي الطاقة السلبية اللي عندهم، عم يرجعوا يفوتوا بإيجابية. حبينا نشارك بهذا الحفل وبهذا الملتقى، هاي المناسبة الجميلة، ونزرع البسمة والابتسامة. في عنا تكريم كتير حلو في مسابقات نوعية لذوي القدرات العالية وذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم حنعمل برامج كتير حلوة، نزرع المحبة والتفاؤل ونورجيهم الحياة، وهن ما بيقولوا عن غيرهم بهاي المجتمع. هدول فيهم كل شيء حلو ممكن يعني يحبوا كل الناس، كل البشر. فأنا لما عرفت أنه في حفلة مع فريق لمة أمل حبينا نشارك، وحابين كمان نقدم لهم هدايا، ويعني فرحة هالأطفال هي فرحة لكل الناس. يعني فرحة، بيحبوا الضحكة، بيحبوا الهدية، بيحبوا الواحد انه هيك يفرحهم، يعمل لهم هيك نهفة حلوة. هذول نحن يعني في لنا عند رب العالمين اجر كمان فيهم. نزرع الفرحة والابتسامة عن طريق الموسيقى، عن طريق الشيء اللي رح نقدمه للشباب الموجودين نحن هون بهي الفعالية. قدمنا شوية اغاني مع كورالية، وفي اغاني افرادية لحتى نزرع الضحكه وعيون الشباب الموجودين نحن عندنا هون. هدول الناس العفويين الصادقين نحن بنفرح لفرحهم صراحه، يعني هن عم يدخلوا الفرحه لقلوبنا، لانه هن بيمثلوا الحب الصادق. عندهم احساس رهيب، يعني بيقدروا يميزوا الانسان محبته نقائه من خلال المدارك اللي عندهم. نحن بنقدم لهم لوحات فنيه، بنقدم هدايا، برامج فنيه رائعة جدا، يعني بنقدم لهم، ندخل لهم الفرح، بنشوف فرحتهم، سرورهم، فرحتهم.